وللحديث أكثر بشأن تطورات المشهد العراقي واقتحام أنصار زعيم التيار الصدري لمبنى البرلمان العراقي، ينضم إلينا رئيس موقع وجهات النظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله. يعني تطورات عديدة، اليوم تم اقتحام مبنى البرلمان من قبل أنصار التيار الصدري، برأيك كيف سيؤثر هذا الاقتحام على مجمل المشهد السياسي في العراق؟ أولا أنا أتحفظ تماما على كلمة اقتحام، لأن الذي جرى هو ليس اقتحاما، فتحت لهم الأبواب ودخلوا بشكل سلمي إلى المنطقة الخضراء وإلى مجلس النواب. هذه في القضية الأولى. القضية الثانية، هذه الذي جرى هذا اليوم هو امتداد للمماحكات المستمرة بين التيار الصدري وحزب الدعوة، لأن حزب الدعوة هو وتحديدا نوري المالكي رشحه محمد الشياع السوداني، فكان القرار من أتباع من قيادة التيار أو من زعامة التيار الصدري، أعني من مقتدى الصدر تحديدا، بأن يعني يجري التصعيد ضد هذا الاختيار، لأن كما قلت هناك مشكلة دائمة ومماحكات دائمة بين نور الماء. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد مصطفى كامل. سنأخذ فاصل قصير ومن ثم نواصل. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. إذن بالعودة إلى الأستاذ مصطفى كامل، كنا نتحدث أستاذ مصطفى على أن ما يجري أو ما جرى اليوم يعني ليس اقتحاما، بل إنه فتح لأبواب البرلمان من قبل القوات الأمنية لهؤلاء المتظاهرين. ولكن كيف يمكن تفسير يعني سماح القوات الأمنية للمتظاهرين بالدخول إلى مبنى البرلمان؟ من أجل ماذا؟ من أجل إدامة بقاء مصطفى الكاظمي في موقعه، وكما تعلمون اليوم مصطفى الكاظمي خارج بغداد، هو ورئيس مجلس النواب، فلذلك جرى يعني جرت هذه المسرحية هذا اليوم، وهذا يعني ناتج عن الاتفاق بين مصطفى الكاظمي والتيار الصدري الذي يعرف الجميع مدى عمق العلاقة بين الطرفين، وبالتالي فالأمر سيدوم لمصطفى الكاظمي بضعة أيام أو بضعة أسابيع أو ربما بضعة أشهر، لأن هذه الأزمة السياسية ستبقى مستمرة ولن ينتج عن هذا الترشيح، أعني ترشيح السوداني، انفراج في العلاقة بين الأطراف المتصارعة والمتنافسة في العراق. بالنسبة للتسريبات، يعني كيف أثرت التسريبات فيما جرى اليوم من قبل يعني ما فعله أنصار التيار الصدري من دخولهم للبرلمان؟ لا أعتقد أن هناك صلة بين الحادثتين. المماحكات بين أو الخلافات بين الصدريين والدعوجية أمر قديم ولا علاقة له بهذه التسريبات بشكل مباشر، ولكن بالتأكيد التسريبات ربما زادت ومن حدتها حدة الخلافات، وكشفت عن عمق الصراعات بين أقطاب المشروع الطائفي الإيراني في العراق. نعم، يعني أيضا كيف يفهم تصريح الصدر لأنصاره من أن القوم يتآمرون عليكم؟ يعني السؤال هنا، ألم يقرر الصدر ذاته الانسحاب من العملية السياسية وأمر نوابه بالاستقالة والانسحاب من البرلمان؟ هذا لإظهار صورته أو كمعارض للعملية السياسية، وهو في الحقيقة
الحقيقة جزء منها ضالع فيها منذ العام 2004 على الأقل، هو جزء من هذا المشروع الإجرامي الذي يقتل العراقيين ويسرقهم ويسلب منهم كل عوامل الحياة ويغلق عليهم أبواب المستقبل والأمل. وبالتالي فهذه محاولة لتبييض وجه مقتدى، مقتدى دائما يلعب هذه اللعبة التي باتت يعني سمجة ومفضوحة عند العراقيين، لكن للأسف ما تزال هناك أعداد يعني كبيرة أو يعني تحمل حجمها من أتباعه مضللة ومغسولة الأدمغة وتتبع ما يقوله مقتدى الصدر دون روية ودون تفكير بالخطوات التي اتخذها طيلة السنوات التسعة عشر الماضية والتي كان يلعب بها بمشاعر العراقيين وبهؤلاء الأتباع أيضا. نعم، الآن أتوجه بالسؤال للمحلل السياسي العراقي معنا سيد حسين السبعاوي. سيد حسين، يعني قبل قليل ورد عاجل الإطار التنسيقي يحمل الكاظمي مسؤولية أحداث يعني أحداث المنطقة الخضراء ويدعو أنصاره إلى الاستعداد لكل طارئ، ما رأيك بهذا التصريح من قبل الإطار التنسيقي؟ يعني أنا أعتقد الصراع السياسي بين التيار والإطار سيستمر ويتصاعد. هذه التظاهرات اليوم هي ليست عفوية، وإنما جاءت بسبب ما مارسه الإطار سابقا ضد التيار عندما أراد أن يشكل حكومة ووقف بكل قوة ضد التحالف الثلاثي بزعامة الصدر، منها تشكيل الثلث المعطل ومنها استخدام المحكمة الاتحادية، وأيضا كانوا أيضا يتظاهرون ضمن المنطقة الخضراء إذا تذكرون أنصارهم. فهذه القضية، هذا الصراع سيستمر ولا بد أن يحسم لأحد الأطراف. لكن هم ليسوا فقط قوى سياسية بدون حواضن شعبية، كلاهما يدعي تمثيل المكون، كلاهما لديه أتباع، كلاهما لديه سلاح، والقوات الأمنية تمثل الأغلبية من المكون الشيعي، فبالتالي هي لا تريد أن تزج نفسها. من أين هذه القوات الأمنية؟ منهم من التيار الصدري ومنهم من جماعة الإطار، فبالتالي لا تريد أن تتورط بدماء. فأعتقد الصراع سيستمر ويأخذ يعني منحنيات أخرى وقد يجوز يصل إلى حد الاقتتال. نعم، ولكن يعني هنا أستاذ حسين، ما خطورة استخدام الشارع العراقي في يعني في الصراع السياسي؟ سيدي، هو البلد محتل، يعني أكيد القوى السياسية تستخدم الشارع، جميع القوى السياسية بالعالم تستخدم الشارع إذا لم تحقق أهدافها من خلال المفاوضات السياسية ومن خلال مجالس الحوار بالقنوات المغلقة في القاعات المغلقة. طالما لا تحصل شيء تلجأ إلى الشارع. لاحظنا الإطار لجأ إلى الشارع عندما فاز التيار وشكل التحالف الثلاثي وبدأ يشكل الحكومة، لجأ إلى الشارع. اليوم التيار الصدري، الإطار أعلن عن ترشيح السوداني، مباشرة لجأ للشارع. والقصة ليست في السوداني، يعني هذا يعني المرشح الإطار هي ليست المشكلة فيه فقط، حتى لو يتغير اسم المرشح التيار لن يرضى عنه، لأنه يجد نفسه هو الأحق في تشكيل الحكومة، ويجد أن الإطار هو الخاسر ولا يحق له تشكيل حكومة. هذه هي المشكلة الأصلية يعني التي بدأت بعد الانتخابات، وما بعدها كلها تفاصيل وفروع. أصلا مشكلة أنه التيار يعتبر نفسه هو الفائز والأحق بتشكيل حكومة، والإطار خاسر، فأي مرشح يقدمه الإطار ولن يكون مرضيا عنه ويبقى هذا التوتر في تصاعد. نعم، أيضا بالعودة إلى الأستاذ مصطفى كامل، يعني أستاذ مصطفى أسألك هنا، ما مدى إمكانية انتقال هذا الصراع إلى صراع مسلح بين ميليشيات يعني الجهات السياسية كافة، سواء الإطار أو الإطار التنسيقي أو ميليشيات الصدر؟ يعني الجميع يعلم عمق الخلافات بين هذه الأطراف الطائفية، ولكن وقد كشفت التسريبات أو التسجيلات التي ظهرت مؤخرا عن عمق هذه الخلافات وطبيعتها، ولكن دائما هناك من يضبط الحركة النهائية لهذه الميليشيات الصدرية والإطارية، دائما هناك الضابط
يعني ضابط الأمور الإيراني الذي تخضع له هذه الميليشيات جميعا، والذي يحول أو الذي حال طيلة السنوات الماضية من أن تتطور الصراعات بينهما إلى بينهم إلى صراع دموي حقيقي. حصلت هناك مصادمات عديدة، ولكن كانت إيران دائما تضبط الأمور في النهاية وتهدأ الأوضاع. أنا أتفق مع الزميل السبعاوي في أن هذه الأزمة ستستمر وستجد صيغ عديدة للبروز، ولكن لا أتوقع أن تحدث هناك حرب أهلية بين هذه الميليشيات بعضها البعض. نعم، ايضا بالنسبه ل يعني جئت للموقف الايراني، هنا كان هناك زياره لاسماعيل قاآني زعيم او قائد فيلق القدس الايراني، يعني ما موقف ايران مما يجري الان؟ انا اعتقد ان ايران لحد الان لا تريد ان تتدخل لصالح اي طرف، فالنتيجه لصالحها ايا كان الطرف الذي سيحسم الامور لصالحه، سواء ميليشيات الإطار التنسيقي أو ميليشيات التيار الصدري. إيران هي الرابح النهائي من هذا الخلاف أيا كان يعني الفائز فيه، وبالتالي فهي لا تريد أن تتخذ موقفا حاسما الآن، يعني وهذا أيضا نابع من يعني العجز الذي تجده بعد مصرع قاسم سليماني. نعم، أيضا بالنسبة أو بالعودة للأستاذ حسين السبعاوي، هناك يعني دعوة الآن من قبل المقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء، كيف تفسر هذه الدعوة؟ أنا أعتقد أنه وصلت رسائل إلى مقتدى الصدر بأنه ممكن أن تستخدم قوات أمن الحشد المتواجدة في المنطقة الخضراء، قد يجوز تطلق النار عليهم، وأعتقد وصلت هذه رسالة خاصة وصلت إلى مقتدى، ومن خلال هذه الرسالة وجه رسالة لأتباعه. لكن أعتقد بعد تصريح نور المالكي الأمور تغيرت نحو الأسوأ، لأنه نور المالكي طالب المتظاهرين بالخروج فورا. نور المالكي ليس لديه صفة رسمية بالدولة الآن، يعني كان يكتفي بتصريح رئيس الوزراء بهذا الأمر أو يكتفي برسالة الصدر بأنه طلب من جماعة الانسحاب. عندما صرح نور المالكي لاحظنا تواجد حاكم الزاملي وبعض المتظاهرين يقولون بأنهم سنصر على البقاء اليوم في مجلس النواب. هذه الرسائل المتبادلة ما بينهم يعني تزيد من الاحتقان. الخلاصة أنه مقتدى الصدر وصلته رسالة بأنه ممكن سيكون هناك استهداف لأتباعك داخل مجلس النواب، وهذا مبرر قانوني بأنه المتظاهرين يجب أن يكونوا في الشارع وليس في قاعة مجلس النواب، وأرسل هذه الرسالة لأتباعه. لكن قلت لك أنه رسالة نور المالكي زادت من الطين بلة. نعم، الآن بعد دعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى الانسحاب من البرلمان، هل الأمور برأيك تذهب إلى التهدئة أم ماذا؟ تهدئة يومية آنية، ليست تهدئة في والأمور تمضي في تشكيل الحكومة. لن تشكل حكومة، الإطار لا يمكن أن يشكل حكومة ويأتي بشخصية غير مصطفى الكاظمي أو شخصية صدرية أو مرضيا عنها من الصدر، لا يمكن أن يشكل حكومة، لأنه الصدر وأتباعه ما زالوا يجدون أنه الحق لهم في تشكيل الحكومة، فكيف لخاسر أن يأتي برئيس وزراء هو أصلا على خلاف مع الصدر. الأمور صعبة جدا ولا يتقبلونها. الصدر أيضا عليه ضغوط، 73 نائب عنده انسحبوا، ويعني ويشاهدون ما يجري بأنه حقهم الانتخابي في تشكيل حكومة انتقل إلى غريمهم السياسي وهم يتفرجون. هذا الأمر لا يمكن، خصوصا في العمل السياسي. الخطأ اللي صار أنه مقتدى الصدر لم حد يفهم لماذا انسحب نوابه وقدموا الاستقالة، وبنفس الوقت الإطار تعامل بانتهازية عندما دعا مجلس النواب إلى الانعقاد، رغم كانت لديه عطلة فصلية، دعاهم إلى ترك العطلة والحضور إلى قاعة مجلس النواب
وتقديم البدلاء هذا حتى يقطع الطريق على مقتدى الصدر أن يتراجع في قراره. هم يدركون هذه الحقيقة، فكثرة الاستفزازات من الإطار والانتهازية التي تعاملوا معها معه، وبنفس الوقت في مرحلة عندما كانوا يستخدمون سلسلة المعطل، هذه كلها زادت من الضغائن. فكيف تشكل حكومة لطرئة برئيس وزراء وصدر لا يوافق عليه؟ هذا لن يكون. نعم أستاذ مصطفى، يعني هناك تحشيدات لمتظاهرين في محافظات البصرة والنجف وكربلاء الآن، برأيك إلى أين تذهب الأمور؟ يعني ستبقى الأمور بين شد وجذب، ولكن لن تنتهي الأزمة، ربما تهدأ قليلا لبضعة أيام وما تعود الأمور للاحتدام مرة أخرى، يبقى هذا الأمر إلى حين بين شد وجذب بين هذين الطرفين بشكل أساسي. ماذا عن الموقف الدولي مما يحدث؟ لا علاقة للموقف الدولي بشؤون العراق، المجتمع الدولي نفض يديه بالكامل من القضية العراقية وترك الأمور تحتدم أو تعتمد في الداخل العراقي منذ ثورة تشرين التي استشهد فيها نحو 1000 عراقي وأصيب أكثر من 30,000. لم يضع المجتمع الدولي أي لمسة لإنقاذ العراق أو للتدخل في هذا الأمر. المجتمع الدولي ترك الشأن العراقي منذ سنوات، وأيضا ليس المجتمع الدولي فقط وإنما المجتمع الإقليمي أيضا والمنظومة العربية كذلك. نعم أيضا يعني هناك لوم من قبل رئاسة الحكومة على القوات الأمنية بأنها لم تفعل ما يلزم لحماية البرلمان وهذه المناطق. يعني قبل قليل قلت أن ما جرى ليس اقتحاما وإنما فتح للبرلمان لأنصار التيار الصدري، كيف تفسر الموقفين؟ يعني ماذا يمكن أن تقول السلطات غير هذا الذي خرجت به من بيان ضعيف عبر مصطفى الكاظمي يطالبهم بالانسحاب لأن البرلمان هو مقر لسلطة الشعب وإلى آخره. واضح من الأفلام التي شاهدناها والصور التي يعني حصلنا عليها، واضح أنه الذي جرى ليس عملية اقتحام، ليست هناك أي يعني محاولة ذات صبغة تتعلق بالعنف أو الشدة، وإنما جرى فتح الأبواب لهم ودخلوا بهدوء وبسلاسة وهم يهتفون لسيدهم مقتدى الصدر، وبالتالي يعني ليس أمام الكاظمي لكي يستمر بهذه المسرحية إلا أن يظهر أو يعلن مثل هذا التصريح. نعم أيضا يعني بالنسبة لما جرى بعد ما جرى عفوا وبعد الآن، يعني هناك عاجل بأن أنصار الصدر فعلا بدأوا بالانسحاب من مبنى البرلمان، ما هي حظوظ محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة بعد ما جرى الآن؟ يعني حظوظ هذا الطرف أو ذاك مقرونة بمدى قدرة يعني قصدي حظوظ هذا الاسم أو ذاك مقرونة بمدى قدرة الطرف الذي يرشحه على الاستمرار في ترشيحه وعدم الخضوع للابتزاز من الطرف الآخر أو للمساومات أو للضغوط التي تجري من إيران أو غيرها. وبالتالي محمد الشياع قد يكون مجرد بالون اختبار للصدريين لمدى يعني قبولهم أو عدم قبولهم للترشيح، ولكن إذا أصر الإطار التنسيقي كما يسمى إطار الميليشيات الإرهابية الإيرانية على فرض مرشح بعينه سواء محمد الشياع أو غيره، وهو طبعا متهم بالفساد والفشل والإخفاق وأيضا بانتهاكات لحقوق الإنسان والتعمية على الانتهاكات الهائلة التي حدثت أيام استيزاره في وزارة حقوق الإنسان، إذا أصر على إبقاء هذا المرشح أنا أعتقد أنه سيجري تمريره في مجلس النواب، لأننا نعلم جميعا أن ما يجري في مجلس النواب ليس بإرادة النواب الحرة كما يقال، وإنما
بالمساومات والابتزازات والاتفاقات العلنية والسرية وبتقاسم المصالح التي يجري الاتفاق عليه بين رؤساء الكتل، ولا علاقة له طبعا لا بمصالح العراق ولا بمصالح العراقيين. نعم أستاذ حسين، كيف يمكن أن يكون رد الإطار التنسيقي على تيار الصدر اعتراضا على مرشحه الشياع السوداني؟ يعني هل سيكتفي ببيانات الإدانة والتنديد أم سيكون هناك تصعيد مقابل ذلك؟ يعني أنا أعتقد التيار الصدري لا يتوقف عند موضوع محمد الشياع السوداني، والإطار لا يستطيع أن يتنازل بسرعة عن محمد الشياع السوداني من خلال ثاني يوم ترشيح، فرح يبقى هناك ضغط من الطرفين، شدوا يعني أخذوا عطاء وشدوا جذب. الصدر لا يقتنع بأي شخصية قريبة من المالك، معلوم أنه محمد الشياع السوداني هو من حزب الدعوة، لكن الإطار يريد أنه إذا استبدل محمد الشياع السوداني يجب على الصدر أن يوافق على الشخصية الأخرى، وبهذا قد ربح الإطار التنسيقي ضمان المرشح الثاني من سكوت الصدر عليه. وهنا الصدر قد يجوز يقع في هذا الفخ على أنه هم مجرد قدموا محمد الشياع السوداني، ومحمد الشياع السوداني لحد هذه اللحظة هو متمسك بترشيحه حسب تصريحاته، والإطار يقول احنا متمسكين به، لكن ما ان تزداد التظاهرات ويزداد الضغط يدخلوا في صفقة، ماذا تريدون؟ محمد الشياع السوداني إذا رفعنا، طيب وإذا قدمنا الشخص الثاني؟ لازم ما يصير أنتم كل ما نقدم واحد فيضعون الكرة في ملعبه، وبالتالي سوف الصدر يوافق على شخصية أخرى، وهنا سيخسر الصدر البرلمان ويخسر الحكومة بعدما كان فائزا. إذا تؤكد أن ما جرى يعني من ترشيح محمد الشياع السوداني هو فخ للصدر؟ هو جس نظم. إن مضت الأمور فمحمد الشياع السوداني هو المطلوب، يعني هو الأفضل للإطار، لأنه الإطار عندما رشح محمد الشياع السوداني ما اعتمد على يعني اعتمدوا على النقاط المالكي، دولة القانون لديها أكثر عدد نواب في الإطار التنسيقي، فاعتبروا الترشيح من دولة القانون هو الأولى، ومضوا في هذا الاتجاه طبعا، ويدركون أن الصدر سيرفض أي مرشح لدولة القانون. نعم، لكن قد يجوز هناك مرشح ثاني، لكن لا يكون مرشح ثاني بهذه السهولة، من خلال أول تظاهرات سيخرج ينسحب ويتقدم، لا تأخذ الأمور أسبوع نعم. عشرة أيام. سيد مصطفى، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ حسين من أن محمد شياع السوداني لربما يكون مجرد جس نبض للصدر وسيكون الصدر مجبرا على قبول المرشح الثاني؟ أنا قبل أن يتحدث الأستاذ السبعاوي قلت أن هذا الترشيح ربما يكون بالون اختبار لرؤية مدى تقبل الصدر لمرشح الإطار التنسيقي، وبالتالي فنحن متفقون أو متفقان على هذه الفكرة. أيضا كيف يمكن إدراج هذه التظاهرات الحزبية والصراع بين التيار الصدري والإطار ضمن الحراك الشعبي المناهض للعملية السياسية، أم أن هذان الحركان مختلفان من حيث الهدف؟ أنا أشدد على ضرورة إبعاد أي صلة بين الثورة الشعبية المستمرة منذ سنوات عديدة في العراق والتي لها أشكال عديدة قبل تشرين بسنوات عديدة، عبر اعتصامات المناطق الغربية والشمالية والوسطى، عبر ما حدث منذ العام 2011، عبر كل محاولات الرفض والتحدي والمناهضة والمقاومة التي أبداها شعب العراق منذ بداية الاحتلال. أنا أشدد على ضرورة أن تبعد هذه الثورات والاعتصامات الشعبية عن هذه المماحكات السياسية التي تجري بين أطراف المشروع السياسي الاحتلالي، هم جميعا مشتركون في كل المفاسد التي شهدها العراق وفي كل الجرائم التي شهدها العراق. الصدر ليس بعيدا عن إجرام حزب الدعوة، وتحديدا الصدر هو الذي منح
كان مشتركا في الحكومة، الحكومات الماضية، مشتركا في حكومة نوري المالكي الأولى، مشتركا في حكومة نوري المالكي الثانية. هو الذي أعاق السقوط المالكي باتفاق جرى في أربيل عام 2010. هو الذي منح المالكي مهلة 100 يوم في العام 2011 وتصدى مع المالكي للمظاهرات التي جرت. هذه الألاعيب لا يمكن أن تنطلي على العراقيين. هو من قتل ثوار تشرين وساهم في الجرائم ضدهم. طبعا هو من ساهم في إشعال الحرب الطائفية في العام 2006 وقتل عشرات الألوف من العرب السنة في العراق. لا يجوز أن يعني تنطلي علينا هذه الخدعة وهذه الألاعيب الرخيصة التي يريد الصدر أن يظهر بها أمام العراقيين وكأنه بريء من المفاسد ومن الجرائم ومن المقاتل الهائلة التي حصلت في العراق. الصدر وعصاباته شريكة للإطار التنسيقي ونوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وكل الميليشيات التي خرجت من عباءة الصدر. هؤلاء جميعا شركاء في الدم العراقي وكلهم عملوا تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني. نعم، إذا رئيس موقع وجهات النظر السيد مصطفى كامل والمحلل السياسي حسين السبعوي، كنتما ضيفي كريمين عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكما. والآن أنتقل إلى السيد عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد القادر، يعني ما رأيك بداية بما حدث قبل قليل من دخول أنصار التيار الصدري إلى مبنى البرلمان العراقي؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، حياكم الله. من المعلوم تماما أن العملية السياسية وصلت إلى مرحلة الانفجار ولا يمكن رجوع إلى الخلف، وبالتالي ما حدث حقيقة هو حالة تعكس مدى حالة التأزم في داخل العملية السياسية وصراع أقطابها على تشكيلها. ولذلك جاء هذا الاقتحام الذي هو أيضا شارك به ليس فقط أنصار التيار، إنما هناك شباب غاضبون على مجمل العملية السياسية استغلوا هذه الأوضاع وشاركوا في هذه التظاهرات. لذلك هي بكل الأحوال تمثل حالة إيجابية أن تقتحم المنطقة الخضراء وأن تسقط هيبتها، وبالتالي يفتضح أعقاب العملية السياسية بما يجري من صراع واضح تماما. لذلك حقيقة ينبغي على العراقيين أن يستثمروا هذه القضية وأن يخرجوا بتظاهرات أكبر لإسقاط العملية السياسية. وكان يفترض على أنصار الصدر حقيقة اقتحام منزل المالك الذي وصفهم بأبشع الأوصاف وهو يتآمر عليهم. لذلك حقيقة القضية تتعلق أنه هذا الاقتحام الذي حدث لرموز العملية السياسية كمجلس النواب وغيرها من الرئاسات وداخل المنطقة الخضراء وهكذا تشكيل أمني له يفضي على أننا ذاهبون باتجاه صراع لا رجعة فيه بين أقطاب العملية السياسية. ولذلك عندما تأزمت الأوضاع بتشييع الفاسد المنتهك في حقوق الإنسان محمد شياع السوداني كمرشح لإيران وللإطار التنسيقي جرى عملية التصعيد، لأنه حقيقة يمثل وجود المالكي مرة ثانية على سدة الحفر، لأنه يمثل اليد اليمنى أو الجزمة التي يستخدمها المالكي من أجل تمرير مخططاته داخل العراق. لذلك جاء التصعيد بهذا الإطار لأنهم حقيقة فيما بينهم معارك وصراعات على الزعامات السياسية والدينية والاقتصادية في مجملها داخل العراق. ولذلك وصل قاآني إلى بغداد في طريق أو في سفر عاجل لتدارك الأمور والذهاب إلى تشكيل حكومة على مقاسات إيران. فلذلك هذه الاقتحامات التي جرت اليوم في المنطقة الخضراء ستتكرر، وبالتالي ستنعكس هذه التظاهرات أكبر في الأيام القادمة. لذلك قلناها منذ البداية المقبلون على تظاهرات في صيف داخل عراقي، ربما العراقيون سيتخذونها أيضا ذريعة لأجل هذه التسهيلات الأمنية للخروج أكثر من أجل إسقاط العملية السياسية الذي وصلت إلى طريق مسدود. نعم، يعني الصدر وجه رسالة من خلال هذا الاقتحام، ويعني وجه رسالة وأمر أتباعه بالانسحاب بعدها. لمن
هذه الرسالة توجه، وهل وصلت بالفعل برأيك؟ الرسالة أكيد وجهت للإطار التنسيقي ولمجمل العملية السياسية الذين يريدون عقد اجتماع لتمرير رئيس الجمهورية وهو المدعو برهم صالح. وكما يعلم الجميع أن برهم صالح أيضا قد اعترض عليه الصدر ولم يوافق أن يكون رئيسا للبرلمان بحجة أنه لم يوقع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. لذلك حقيقة رسائل عدة وجهت في اقتحام البرلمان أن المقاشات أو انسحاب الصدر خارج اللعبة العملية السياسية لا يعني أنه سيترك الساحة لهم، وبالتالي عليهم أن ينفذوا شروطه الذي يريدها، وإلا فإنه عملية إسقاط البرلمان والعملية السياسية هي في متناول يد الصدر. لذلك هي رسائل إلى إيران ورسائل إلى أطراف الإطار التنسيقي ورسالة خاصة إلى حزب الدعوة بقيادة المالكي الذين يصرون على ترشيح محمد الشيعي السوداني. نعم، يعني هناك تحشيدات لمتظاهرين في محافظات البصرة والنجف وكربلاء، وهناك أيضا تراجع من قبل أنصار الصدر من البرلمان. هل الأمور تذهب إلى التصعيد أم إلى التهدئة برأيك؟ لا يمكن الأمور أن تذهب باتجاه التهدئة، لأن التصعيد هو الذي سيكون عامل أساسي من عوامل الصراعات، لا سيما أن هذه الصراعات لم تذهب إلى حل، إنما ذهبت إلى مزيد من التأزيم الأوضاع والتحدي فيما بينهم، لأنهم يعلم تماما الصدر أنه هناك مشروع لإزاحته بالكامل، وهذه التهديدات حول إزاحته لا زالت قائمة. لذلك هو يعلم تماما حجم الانتهاكات التي ارتكبها محمد الشيع السوداني ليس على مستوى العراقيين فقط وحسب، إنما على مستوى أيضا أنصاره أو أتباعه أو مناطقه التي هو كان متواجد أو له نفوذ فيها. لذلك حقيقة التصعيد هو سيناريو مهم تماما، وإن هدأت الأمور وإن ما سقف هذا التصعيد سيد نايل، ما سقف هذا التصعيد؟ هل من الممكن أن يذهب إلى تصعيد مسلح؟ التصعيد المسلح هو واضح تماما من خلال تحذيرات مسؤول ميليشيات سرايا السلام بأنه إذا جرى المساس بالمتظاهرين التابعين للتيار الصدري فإنه هو جاهزون لحمايتهم والدفاع عنهم. بالتأكيد القضية لن تحل بعمليات تظاهرات أو هتافات ولا بقضية تصعيد سياسي أو انتخابات برلمانية. الأقوياء هم الذين يمكن أن يتحكمون بالمشهد. لذلك القضية يعني رويدا ستذهب باتجاه التصعيد العسكري، وأعتقد أنه الخيار العسكري ربما أن تأخر شهر أو شهرين هو الذي يلوح بالأفق، لأنه عمليات الصراعات الحالية هي صراعات متنوعة وكبيرة لا يمكن حلها ولا يمكن تجزئتها، ولا يمكن أن تلعب إيران أو غيرها دورة في عملية التهدئة، لأن التنافس فيما بين الصدر والإطار التنسيقي والأجنحة المسلحة وصل إلى التنافس الصفري، وبالتالي أيهما يمكن أن يسود على الساحة السياسية مستقبلا هو الذي يتحكم بلغة السلاح. وعلى هذا الأساس فإن التصعيد بالسلاح هو الذي سيكون في نهاية المطاف بابا لا بد من دخوله. ما يجري من يعني صراع بين أركان العملية السياسية كيف سينعكس على الشارع العراقي وعلى الأوضاع بشكل عام برأيك؟ من المؤكد تماما أنه في العراق تحتاج إلى عملية جراحية، وهذه العملية لن تكون موجودة إلا بوجود هذا الصراع بين هؤلاء تماما. ولذلك انعكاساتها على الشارع العراقي ستكون، نعم هناك عدة عوامل ربما يفقد الأمن فيها وربما تكثر الاغتيالات بين الميليشيات، لكن في نهاية المطاف العراقيون ينظرون إلى هذه القضية لمصلحتهم، فضلا على أن العراق هو بحد ذاته مدمر اقتصاديا ومدمر من جميع النواحي. فلذلك الذي يغرق حقيقة لن يخاف من تساقط دخات المطر، فعلى هذا الأساس الشعب العراقي لن يأبه لهذه الصراعات، والتأثيرات هي موجودة سواء باستمرار هؤلاء بالعملية السياسية أو نشوب الصراع بين هؤلاء، لأنه الغلاء موجود الفاحش والعراقيون في وضع مجري اقتصادي، فضلا على أنه ما جرى من عمليات زيادة في ارتفاع أسعار النفط لم يكن إيجابيا على الشعب العراقي، وبالتالي نحن أمام أيضا انحدار لأسعار النفط. لذلك العراقيون حقيقة في موقف لا يحسدون عليه، لكن نهاية المطاف صراعهم ووجودهم وتوافقهم ووجود العملية السياسية كله سواء عند العراقيين، لأن مصائب هؤلاء حقيقة قد غطت العراقيين جميعا. نعم، إذن الكاتب والباحث السياسي العراقي عبد القادر
النايل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كنا في تغطية مباشرة ضمن جولة العراق لهذا اليوم لأبرز التطورات، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان قبل أن يأمرهم زعيم التيار الصدري بالانسحاب وتراجع إلى بيوتهم بعد أن وصلت الرسالة كما وصفها. إذن في جولات وفي تغطيات مباشرة لاحقة نلتقيكم بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.